السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعينهم. ايه ما شاء الله دلعي قدم تعمله. الو انا شخلي واحد صاحب شا سجيله عندك وانت حمل له ملان البودين بياس ابو الف واشترك تربل وطربلكي لا يرجع يجي مطر بالطريق وتخسى علينا بياس ورصي كل باقي داخل الازداده رصه بقدام يلا يلا انا شرجع اكلمك ماذا الحين ما لش فاضيله يلا التمثيل مقنع لكن مش على المخرج ودك للعمده ملان اخو ترابي السعودي بس لا عاتي الدالج ملان اخو ترابي السعودي الدال ابوك 10,000 حكيس بر عن واشترك 50 طن بر وروح كان لبيتنا ابي مل الثلاثه برامي اليوم ما اناش فاضي لك شرجع لك يوم ثاني اسمعني العمده المبروك فاشل او مخرف عين عمده بدله اما خرف هذا ما ينفعش عمده للقريه ولا حاجه ما هي اغلابه بعيني انا شرجع واعلم لك كيف مجنانه مجنانه مش حق ابو حاد ما انت مجنان لو انت مجنان ما للناس يدعي بحسن الخاتمه والعافيه مش بمجنانه يقول لك جناني خارجك ولا عقل حنبك هذا المثل مش علي ما انا شحنبك بعقلك ولا مجنون شحنبك سلم على اهلاتك واهلك واصحابك مومو ما عبش عيد ما عبش عيد ولا ضربوا الا وما عجروا الا غناه على السلام يا عيد اضحك على يا عيد من يا اكمل عيد والله ما عجروا اهلي وما عجروا وما عجروا هاي الجاهل وما عجروا هاي محمد بجوجين والله ما عندك عندك اليوم جيت عندك اليوم توظف عند ابليس انا احبك انا احبك تمام ما تجيبك ما تجيبك جيت والله ودوا ولا ما عندي ودي واحد طلني تعال لي انا اقول لك كيف الناي السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك اللهم لك الحمد عاد انا جوك لا دويره لا مو خير مو تشتا ما بقول اشتي عيل لي 50,000 انا بقاك انا بحاجتي ضروري الله يا عمده والله العظيم لا ابو معي ما تغلي عليك لا ادي لك من هذه قبل هذه بس انت داري بالظروف هي كيف قالك بو معك من جم ذهب ومزارع وجيش ان جاء الناذو كلهان ها تقصد اللي باللعبه
اللي لديش قابلك 4 سنين بيع حتى سمكة ذهب. ها؟ لا لا خلاص ما عاد شبعش الذهب، انا شبع المعدل الرشاش لانه مرغوب بهذه الايام. يعني ما ترجع لك وهي جاهزة. ها؟ ان شاء الله بعد بكرة وهي معك. ناهين كم على شركان؟ يلا خير خير ان شاء الله. يلا. هل تبحث عن شقة احلامك في ارقى احياء مدينة اب؟ لا داعي للبحث اكثر، شقق السعادة تجعل احلامك حقيقية. شقق السعادة تجمع بين الفخامة والتصميم الحديث والمساحات الواسعة في أرقى المناطق لتوفر لك تجربة سكنية لا مثيل لها. مؤسسة منير المنصوب ومحمد السادة للتطوير العقاري والاستثمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله حياك الله. كيف أنتم؟ اسمعني أشتي خبرك بموضوع. أها. تشترى مني معدل عادو نظيف. مرحبا. أنا شلوكو لي قريب. بس بكم؟ أول حاجة أنا شخابرك وأعلم لك كيفه. تمام بعدين اهدري على السعر. هو نظيف ولا يعني قوي من القدم؟ عاد نعمل اسمه استخدم كل أسبوع أو 3 أيام بس. يعني عادو جديد؟ ايوه عادو جديد. صيني ولا أمريكي يا حبيبي؟ يا أخي هذا اللي معدل رشاش بوسط اللعبة حق بوبجي. اشرح الدوه وحنا نعينه وثمنه بكم. تمام إذا عجبك يعني على السعر أنا موافق. أنا شو بزه يا حاج؟ له بوسط اللعبة الرشاش هذا بوسط اللعبة ترسله لك للحساب حقه. هو بقال يجي وسط اللعبة. هيا فكر. هذه الأيام قابوا لعبة بوسط أهوالي بوسط كل شيء. يا أخي خلاص ما أبيع لك. أنت شبه ما أنتش داري بهذه الحاجة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلللللل ألو أو هذا غالب قرح فيوج. لا حول ولا قوة إلا بالله. عاد برمضان هو صاحي، لكن هذا بذمة العمدة المبروك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، اعمل امر قهري باسقاط العمدة المبروك. ما انشتوش، طلع لنا عمدة المشعوف احسن منه، والمبروك المخرف هذاك احبسه بالسفل. وما عندوش عمدتنا وانا نعرفه. لا قال المثل وهو صدق، خذ الحكمة من افواه المجاني. زيد صرف للعمدة المشعوف حبة وربع، وصرف له 1,000,000 راتب شهري يستاهل. وحلا العمدة المشعوف حلا. يلا مع السلامة، خلوني شرقد. حول ولا قوة. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أمانة أن جاك بوقتك أشتي أكلمك بموضوع ضروري. ما مقابه. ما بل معي معدل رشاش وأشتي أبيعه. بدل ما أطلع على السوق ويتهمجوني قلنا صاحب القرية أحوج. شوف كلم عيالك ولا من هذين وجمع كلكم قرشين وأنا شبيعه لكم. مالا تمام، بس كيف هو مقاوشي يشبك؟ لا عادو جديد، عاد أنا مقا استخدم كل أسبوعين بس. مالا مو من صانع ألماني ولا روسي؟ مدري والله، أنا مفهمش بس سلاح زيادة. خلاص أنا شعينهم ورجع لك خبر. خلاص رد لي خبر بأقرب وقت، لأنه أنا هذه الأيام بحاجة بيس ضروري. خلاص تمام إن شاء الله. يلا الله معك. مع السلامة. على الدبرة بيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما شد على التار هذا ورخي أقارب السبب هذا ما عاد هو عينك والعلم هذا هو مرض. كل ما شد هان وان يرخين والعلم مش التفاحت والعزم اللي فوقه والله أنا بحس أنا الجنان ما زعمه. قال أنا وطاق ملاحقك هذو ما لحقوني بالنقطة. زادوا دولي ثان قراطي استمر برمضان قالوها بس يفطر لقوا منك إلا جنان ما عادش منك هذي سواقة. يلا ايوه يطرد العمال اللي بالمؤسسة كامل لأن هذا قوم شيب عين بدلهم شباب متحركين. هذا غالب لما قلت على هذين عن أنا شدي مصلح لعندك. تمام
وانت ملي له كيس حق طحين ملانه بيا السعودي ابو خمس ودك وديك اهله. لا عاد دنش ملانه كيس بيا السعودي ادي 1000 اللي عندك بعد حين قتلك قبيلي وزيد اداله 2000 ريال يمني يستاهل مثله. الله الله يا مهو كذب اطيبك له صدق ولا ما يحسب راح منك ريال لا تدير كم تنزل ببلاش. قلنا قم قم لا تطبل على بطنك لا تقول الناس خبالكم شدقوك قال ما قلنا انك انت لاغا ولا صوت منك قم تطبل على بطنك خبال خبال. الو مصلح ولا تدالو ريال خلاص لا تدالوش ولا ريال ما يستاهلش ولا هو حق العز خلوه يقرقر هو حراث هذي قرقر. قلنا لك ولا تطبل على بطنك ساعه حمار وعدو غلب مجنانه والله ما تجنن الا بالعجزك شد يكذب لك على الناس نقعد هلا يا مجنون على هذا ناس خام شابعين جنان هذا عدو فرع. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هي تك بياس تك الطباع. هي ما قالوا عياله عتهم شتموا عدل ولا عي اللي مشتري. لا قالوا شتموا يرسلوا بياس غدوة. أنت الله خلهم معدل عندك لما يرسلوا بياس بعد انسى. يلا خير ان شاء الله كما شركان ولا شا اطلع بيها يلا كان كما قوا حقهم يلا خير ان شاء الله مع السلامة. ها الو ادال الحاج عبدو ثنا نسوار ادالو ايه اداله ما في سخاء عيل له اثنين ثوار حلاه كذا يشتغلين يوم وثلاث ايام لا عادي ايوه يلا ما نش فاضي لك. حاج عبده وحاج عبده ابيض قال كنا لا الرجال يدي لك اثنين ثوار الله يبارك بك يلا هذا ها هذا. لا هذا هذا اللي هنا تمام ولا هذا مقمر حاج عبده وحاج عبده شو كنت تشتغل ايه ولا زعما دنا لو غيرك كيف يهمو بطلنا يلا ها الو ولا للمؤسسة عينا العمال مشتومون ناقصين مون يلا جالس راقد انا اثق برقائق تسالي زينه لانه صحي وامن وبدون مواد حافظه واحسن حاجه تميزه انه سريع التحضير بخمس ثواني فقط. حاج عبدو هي مو قابو صبوح قانا جاوع اسمع له حلم وقهنا مو هو صا شعين انا طلعت هاي قور نسمع عبش خذ له هاي قورة عمل الرعا هي كلها هي بسم الله جيب الصب قابو ما أبوش. أنا قاوع قلنا. زد عيال أبو ناس الله يشاهد قلا زد. ها؟ ولا كنا بيسأل هنا. وأنا ما أدي لك أنا رجال من جيزك. ما أنتش من جيز أنت بعقلك. ما معي لا مرا ولا معي حدا. ما أقول له الله تعالى بس ما هو بحالي لما يقول الله ما قال. عين لابو مرا ابو 40 سنه هكذا نزوج للحاج عبده ولا لما ابو شوف 40 اديك انا ثنتين ابو 20 سنه يلا مع بنفسك ملا يا حاج عبده حاج عبده مع بنفسك مع بنفسي السلام عليكم السلام ورحمه الله هي مع عمل كمان تركن كنيل اليوم اسمعني انا كخابر كل مشعوف قلنا له يخابر عياله يشتروا المعدل وقال لي خلاص وش يدبر البيس لبكره اول ما يدي البيس انا شيجي لعندك طوالي ما عليه الله خلاص خير ان شاء الله ابشر ولا يهمك يلا
هيا ديك بياس خارجنا قول لك بياس معايا يا ولدي الموضوع قوم ولي لبيت هيا قوم قوم بعديكم بزعنا بس بيني وبينك لا تكلم احد ما حالك يا مشعوب خرج بياس نشيط طبع ما لا انا معدل تسالينا تفحصوا يا اخي المعدل بوسط اللعبه بوبجين خابر ابنك يدي الحساب حقه وانا شدوا له للحساب ما لا صعلمني بو كيف هو يا اخي ها 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 ها, ها. ها عين ها عين بصرا مشعوف ما شاء الله عدوك عندنا ما استخدم كل شهرين بس من السخيف هذا عن على وكاله عندنا شو يا ولاخ ملك خلينا نجمع بياس ونهادر الجوال ونشتري هذه من اللعبة ما نسمعني اسمعني قول لابنك يدي الحساب شدوه له ما انتش لا مريض لما انتو قلتو مجانين ما انتوش دارين بحاجة انا اروح لك لخبالة حقك قايد معك على عقلي مسدس من لعبة ها الو خلاص مع السلامة فالحين كيف اقنع ابي ان انا مجنون وهو كفيف ما يحصل الاشياء عاطط ولا يحصل الديكور هذا حقي كله غالب وغالب طهابة والله طلع البريق الذي بسلم عقشبة حسانين قبل ما نتلم تمام ها الو ادى شاقين للسليمة حق هذه شعبة حسانين خلوه يطلع الجدر وانا ادي شقاو لما اصبرك شاقين الذي بحق الشاقين كاش تشترى لنقض ما سكر كان نحن له بحاجة الريال وانت كان انت له فارغ اشتوى له طلعه وخلاص الو اقول لك عين لابو موتور وديك لقط ما سكر ادي للبيت وانا لما اجيش احاسبك الله يفتح عليك ويبارك لك ورزقك قاكوك لهم ما قطم السكر لا غير الله يفرج همك فرج همي الله يستر عليك ورزقك ان شاء الله ويسهل طريقك هي مع عينيك عابعك معدل ولا جالس تضحك لك على عقلي والله العفو منك يا امداك كان المشعوف يشتروه بس اول ما الي منه بوسط اللعبه بطل وزاد ادي لي كلام لما استحوك منه يعني ضيعك 4 سنين من عمرك على الفاضي يلا هي جاي السفينة ما ليس يدي يومين ولا انت انا افتح لك يومين بس عشان هي يا عيال احد ثاني شان عين ولا عن عين احد ولا عن السفينة تحنية خاصة مقدمة مني وطاقم الفريق ومن وهيب العسابي مريم وهيب العسابي الى العريس الغالي طه حمي عقلان بمناسبة زفافه الميمون نقول له ألف مبروك ودي مال السرور